عندك بولمبا بس شوف لي حل. حارث المنتخب، هالمنتخب اللي يلعبون كل يوم هذولا. لا برنامج منتخب على قناة الماسة المشت. ها هل يشتغل بهم شيء لهب وشيء شعلة ومدري وشو. ايه ايه ايه. هي والله يا اخي انا جاهز لي العب اللهب، انت عساك تشجع اللهب. اه ها جدي تكفى انا اشجعهم كلهم احبهم. هي كلهم بهم الخير وبركة، بس يا بعد الحين يشجع اللهب، اللهب ما مثله. لا والله ما نحلى لهم يا ود يلعبون ما شاء الله و... لا حتى لعبهم ما نزينه. لا 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 لو اي الوراثه العد وش تبي ها يا متاجر وش تبي وش تبي؟ ابي اسمع شاره المنتخب. شاره المنتخب شاره المنتخب تسمع ان شاء الله باتر. خلاص انهج انهج علي انهج احسن انزح تستاهل انزح يلا تستاهل تشوشتك بعدين لا تنسى ابوك يحلقك انت تشوشتك هالي تقلع عش طير يلا هلا عادي هالتحليقات الخايسه هذه يلا يا بعد حيي هلا ما شاء الله تبارك هلا. الله وش ذا الزين وش ذا الكشخة الزينة هلا بهالزول هلا بهالزول يا بعد حي يا حلو ذا اللحية يا هلا بعد روح يا ما شاء الله تبارك الله توي محلق الحين تشوفينها وش رايك به يوه يا زينة زينة انت تشجع اللهب ما شاء الله يا بعد حي اذا صرت تشجعينها ما اشجعهم انا وليه ما اشجعها اقول لبي انا في خاطري شيء وش اقول وابيك طال عمرك تسمح لي قولي لعين ابو بليس تقول اقول ودي اروح لخويلد كانك تعرف خويلد راعي الفار وخارج بن محفوظ وويحنا ها ايه ما ادري وش جايه على عيالنا وصيحاتهم ويقولوا انتم وانتم ودي اروح اتفاهم معه والله انا تقول كثره على الله ما ادري ايش بلاو عليهم انت شايف اي والله نتصادزه ابى اروح انا ومظافر بسوت له هذا الحين إيه؟ انت بتروح معنا ولا وش وضعك لا يا بعد حنا مو جعان راسي اللي بيك فينا انا لجت وغدنا هذا كفتن والله العظيم زودن عليها بعد تبيني مو محفوظ لا والله يا بعد حفكينا فكينا انا داريه ما انت مصبرين على صوته وازعاجه اي اي لا والله روح لكن روح. خلني بشوف مظافر اي بعد حروح روح انت وياه يا مظافر 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 هلا هلا ايش فيك كيف حالي؟ والله إذا أنا قاعد أطبخ وتعبت وأنا نفاخ تروحين معي لخويلد؟ أغسل وجهي ألبس عباتي يعني إيه تجهز تجهز يلا باخذ ولدي تعالي تعال معنا خلنا ناخذه يلا مشينا مشينا يلا مشينا يلا, يلا بسم الله يلا 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 يلا, يلا, يلا. هلا هلا بمظافر يا هلا سهلة هلا جبت ولادي وخليته في السيارة اقول ما شاء الله على سواقة والله نسواقة يا تعرفين تونا ماخذين الرخصة ما شاء الله تبارك الله وترفين يمين وترفين يسار وما شاء الله عليك وكل شيء وشغلنا حايل دياري والله هذيك حايل بصوته جعني والله ما عدم ذا الصوت هو وين خويلد ذا طول علينا والله ما ادري ذا قلبي استديو حر كلش ولا عنده ماء والله ما في مويه كلش اقول له شو بلعيمي ويبست جا 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 ويه 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 وين لبس عباتي ويه الله يلا مساء الخير من هم اللي جونا ذولا ها يا حي الله بسم الله الرحمن الرحيم مداهمه هذه ايش عندكم بسم الله يا مخرج ما علمتنا الله يصلحك بالله كيف التنسيفه بس زينه شوي بالله ضبط حلوه الاضاءه تمام حلوين بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله مشاهدينا الكرام في فقره معقده عفوا فقره الفار المحببه للجميع واليوم داهميننا ضيوف ما ادري شلون تقل غصب ما هي مقابله والله يستر والله من اللي عندهم شكل الوضع حامي حامي صراحة يبدو لي إن في ملاحظات يعني كالعادة لكن أنت من أنت يعني مظافر عم شو ما عرفني وجاي أنا إيه مظافر إيه مظافر شوف راح شوف عم شو راح وجاي تم لبسه الطبخ خلون والله عاد تلتني وأنا من المطبخ قلت بطلع البقة اللي في كبدي منك كل هذا شر حتى جاي من المطبخ وأنت من أنت أنا عميش أنا عميش صديقة مظافر أنا راعية الفزعات
والصديقة اللي ما تخلي صديقتها جايين الليلة، لا نتعرف عليك ولا نسمع سواليفك، جايين نتفاهم معك ونبطك 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 على رأسك. هودا إيه والله والله بطتني الديرة، حطتها حارة على براطمي. هودا والله صحيح، الحين انتم يعني جايين من حرقين علشان الفريق، ما تشوف المظافر ريحتها كلها طبخ وغاز، جات متحمسة الاستديو كله ريح بصل. الله والله بصل، بس حط الديرم ما في فايدة. ها عمشو شو السالفة؟ الديرم ما له دخل بالعطر، ما له دخل والله، يعني شيء أهون من شيء. طيب الحين انت مش اللي مزعلكم؟ طيب شو مزعلكم بالضبط يعني؟ انت اللي مزعلنا، انت سواليفك. انا ما عدل الصحيح يا بنت الحلال، انا رجال لا شفت الملاحظة احطه تحت المجهر واعلم المشاهدين به، يمكن في ناس ما هم عارفين اعلمهم. بس يعني انتم الحين معجبتكم صيحاتكم، صيحات اللعب سمقلي 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 سمقلي، هذه صيحه، هذه طلاسم، هذه ما هي صيحه، هذه ها معجبتكم. وانت وش مشغل بالك يا معقد الشوش؟ صيحتن عيالنا متفاعلين معها ومستنسين، وانت وش يا الله من يا الله. والكابتنيه خلي الصيحات، يلا بسم الله، صيحات قلتهم جايزة لكم كيفكم. هل الكابتنيه ما فيها احد بالفريق الا واحد؟ والله وش ما في الا واحد، ايش عليك من كابتنيه ما كابتنيه؟ انت بس هي وشوش لك هالاعداد باذنك وتقول الكلام. لا ما شاء الله، دقيقه بالله يسم يا رقايل وشوش اصبر. اي زين طيب، الحين الشعله انتم ما شاء الله عليكم، كل اسبوع كل يومين ثلاث ايام كابتن، واللهب ما في الا كابتن واحد. وانت وش عليك؟ تبيها تطير كل يوم فيد واحد من عيالنا؟ الواحد منهم يكفي عن اخوياه. بسم الله منك. لا بس الواحد يعني ياخذ راحته، خلي عطوا اخوياه كم فرصه، بس واحد يعني ما هي معقوله. مغر توصوص في ذا السماعه وتناظر في ذا الايباد وذا الجهاز، ولا تدري وش السالفه ولا تتابع البرنامج. يا ربي من هالله. عند الشقله اقول لك، ما عند الشقله بس ابو مازن ونكلم هالاعداد وبس. يا شو شرع مظافر قوليلي، ظني ان الضغط انخفض معي وراسي يوجعني. والله قامت الدنيا تلفيني انا صق قلبي. بسم الله عليك، بسم الله. يا مظافر عيونها كبار يا مظافر، وين قمت انفض انا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صوت حاد، صوت حاد. الله يستر لا يطيح فينا. يا ابو مازن، ابو مازن بالله شوفونا انا ما ولا شوفونا انا دبره هذول يبي يموتون عندي بالاستديو. خذ فاصل، خذ فاصل يا ابو ياسمين تسمعني؟ ابو ياسمين خذ فاصل يا ابو ياسمين، عطنا فاصل، عطنا فاصل لعلنا نسلم. يلا يلا سترك، يلا سترك.